قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الصحابة كما في الصحيحين: يا رسول الله، أيون الذي لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمع إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وإنما كان الشرك ظلما لأنه في حقيقته ليس للنفس فيه متعلق، بخلاف الذنوب فإن العبد يضعف أمام شهوته ولذته، أما الشرك فأين اللذة فيه من حيث أصله وطبيعته؟ حتى لا يقول قائل إن هناك من يستفيد أموالا وراء الشرك كدعوة الأولياء والموتى. فلما لم يكن له متعلق بالنفس كان محض ظلم وجور،